إذن تحديثات الأسواق العالمية، نذهب إلى ضيفتنا لينا قنوع ومحللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. نبدأ من النفط. النفط الآن تقريبا وخصوصا بعد تخفيض ملحوظ للنفط السعودي بالنسبة لأرامكو لبعض المناطق في آسيا وفي آسيا وأوروبا ضغطت على الأسعار نوعا ما، هل هنالك أي عوامل أخرى سوف يعني تؤثر على أسعار النفط في المرحلة المقبلة؟ نعم، بالفعل تراجعات لأسعار النفط شهدناها والضغط بسبب كما ذكرت تراجع أو انخفاض لأسعار البيع والخام العربي الخفيف الذي أقرته السعودية بانخفاض أسعارها إلى آسيا. هذا أدى إلى الضغط بسبب عدم تعافي نمو الطلب. ما زال عدد الإصابات نلاحظ لفيروس كورونا تزداد في جميع دول العالم. لا يوجد إلى الآن لقاح فيروس كورونا، رغم أنه الآمال باكتشاف بعض اللقاح من أستراليا، وأيضا يعطي يعني لم يعطي دفعة إلى الانخفاض أكثر لأسعار النفط. لكن بما أنه هناك المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا يعني خاصة مع قدوم فصل الخريف، ربما هذا يعني ربما يعني تزداد المخاوف والضغوطات على أسعار النفط. أيضا لدينا الصيانة لدى مصافي الشركات الأمريكية، وهذا بالتالي أيضا سيضغط على الطلب بواحد ونصف إلى 2 مليون برميل. وأيضا من ضمن الأسباب الأخرى التي ربما الشركات الأمريكية التي تبحث عن النفط الصخري زادت بالبحث نتيجة انتعاش أسعار النفط قليلا، وهذا بالتالي كله سيؤثر على الطلب على النفط الذي ما زال متأثر بحالة عدم اليقين من وجود لقاح لفيروس كورونا. في عدم وجود هذا اللقاح سيضغط على أسعار النفط، وأتوقع أن ما زالت ستبقى الحدود متذبذبة من وجهة نظري لأسعار النفط وضمن نطاقات ضيقة. لا أتوقع أي ارتفاعات أو انخفاضات في هذه الفترة لأسعار النفط. طيب إذا ما تحدثنا أيضا عن البيانات الاقتصادية لينا، كان لدينا بيانات اقتصادية أوروبية خيبت التوقعات، الناتج الصناعي الألماني، بيانات الاقتصاد الياباني هي الأسوأ منذ العام 1980، البيانات الأمريكية عم تظهر نوع من التباين. هل اليوم المستثمر احتسب هذه البيانات الاقتصادية ضمن أسعار الأصول وتحديدا بما يتعلق بالأسهم؟ نعم، يظهر أنه نوعا ما احتسب المستثمر تلك الأصول، يعني احتسب أن هناك أي مخاوف فعلا أنه من ظهور ركود، وخاصة الاقتصاد الياباني الذي شهد يعني أسوأ ركود منذ التاريخ بالتراجعات ب 28%، وأيضا البيانات السلبية القادمة من منطقة اليورو، وخاصة كما نترقب القراءة الأخيرة للناتج أو الاقتصاد لمنطقة اليورو، وخاصة بعد انكماشات شهدناها على الاقتصاد الفرنسي ب 10%، وأيضا الاقتصاد الألماني بنسبة 10%، الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13%، والاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5%. توقعات من انكماش خلال عام 2020 ب 3.6%، وأيضا البيانات المتباين التي ذكرتيها عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. أتوقع أن هناك يعني بالنسبة للأسهم بشكل عام نلاحظ أنه ارتفاعات للأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية متغاضية عن كل البيانات السلبية التي ظهرت من اليابان وأيضا من منطقة اليورو. لكن خاصة ونحن أيضا نترقب أيضا افتتاح الأسواق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه العطلة التي تعتبر أو تعد نوعا ما طويلة، وخاصة هناك توقعات بأن يكون هناك يعني ضغط على أسهم التكنولوجيا تتعرض لعملية
عمليات تصحيح وايضا التحول الى ربما الى اسهم، اعتقد انها الى يعني نوعا ما جيده في هذا الاستثمار مثل قطاع الطيران في هذه الفتره وغيرها من الاسهم. نعم الاخرى لينا. شكرا لك لينا قنوع، كنت معنا من إكويتي جروب على هذه المشاركه.